السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرام النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة يرقات البند الأسود. طبعا لو عندك مزرعة فراخ، مزرعة بط، المشروع ده هيهمك جدا لإنتاج البروتين. اليرقات دي تبقى كده اهو، ده بروتين حيواني 44، غير الالياف والدهون والانزيمات والبيكربوهيدرات بتقدمها للفراخ وللدواجن وللبط وللسمان واي حاجه عندك. طبعا في ناس بتسالني هل الكتكوت بياكل الحاجات ديت؟ بياكلها. طبعا دي دورة الحاجه دي 45 يوم ماشيه مع الفراخ بالظبط. انت بتشتري كيلو كيلو ونص وبتربيه بتاكله وبيوصل لدرجه الاسمر دوت، بيوصل للاسمر. طبعا لسه في حاجات اسمرت وحاجات لسه، تمام. اول ما بتسمر بتهدرها على طريقه ال 45، او تهدرها يدوي، او بتعزلهم عن الاكل كلهم مع بعض، ففي الاخر بيسمر. وطبعا بتعمل عشه زي اللي احنا عاملينها ديت، بتقدم بترمي فيها اليرقات، وبعد كده اليرقات تبقى ذباب، والذباب كمان بيبيض، بتاخد البيض بتفقسه. طب ليه انا النهارده بقول الحاجه دي حلوه لمزارع الفراخ؟ ليه اما اقول هي كويسه للاسماك وكويسه يعني للاسماك الزينه والنعام والسمان؟ ليه انا بقول للفراخ بالذات؟ للفراخ اي حد عنده مزرعه بيطلع عنده الشكل ده، واكيد انتوا عارفينه، ده روس. الروس دوت انت بتمسك، او ما بيجي عندك الذباب بيبيض، بتفقس البيض في الروس. طب هل انا النهارده ينفع اكل اليرقات لغايه لما بتكبر روس؟ ينفع لغايه من الاول للاخر، تمام. طيب دي تكوناتها ايه؟ في علف بيتساقط من الفراخ، ده رقم واحد. حتى لو ما فيش تساقط ده بروتين كمان، المخرجات ديت بروتين ينفع تعيش اليرقه على مخرجات الفراخ، ايا كان اسمها، سبله، مخرجات فراخ، الروس، ايا كان في بلدك ينفع تربيها على مدار عمرها اللي هو 32 يوم مع مراعاه اللي انت تعمل عشه زي ديت. طبعا العشه دي اصعب حاجه في المشوار، يعني هي سهله، يعني انا عايز اوريك اصعب حاجه سهله بالنسبه لك عشه، بس تكون في الشمس. حتى في الشتاء هتكون كده، وطبعا احنا هنركب في الشتاء ان شاء الله فيها لمبات مع بعضينا، وفي اخر الفيديو هوريك انا عملتها ازاي. هسيب لك فيديوهين في اخر الفيديو ازاي عملتها وانا بصنعها مع الناس بتاع السودان، وازاي انا شرحتها وتكوينها والجاذب اللي فيها. فانت بتربي الحاجه دي بتاكلها ببلاش، الروس انت بيتباع ببلاش اساسا، وفي مزارع صغيره بيرموه، ما بترميش الحاجه اللي بفلوس. ازاي انا هخليك تحول الفلوس لبروتين؟ طبعا البروتين ده بيعمل مع الفرخه ايه؟ بيكبر الفرخه، بيخليها كويسه، بيغنيك تماما. شهادة ناس مربيين بيقول لك من 25 سنة، بيقول لك احنا أول ما استعملنا اليرقات ما بقاش نستعمل الأدوية، بتكبر، الريش بتاعها بيبقى واقف، صحتها كويسة، تمام؟ تمام؟ وكمان أنت بتشتري يرقات بس، أهي اليرقات. طبعًا اليرقات ديت مش عايزة شمس، عايزة أي مكان، أي درج، أي كروانات على جنب، في أوضة ضلمة ما فيهاش نور. بس طبعا درجة الحرارة لازم، أنا بحط دفاية زيت أو بحط لمبة صفراء، أي تدفئة مش شرط، تمام. طبعا احنا ما ينفعش دي، ما ينفعش تربي فوق السطح في مكان دل، وبتربي معاك كميات، ويطلع الكيلو بيجيب لك كميات رهيبة. هتاخد كيلو هتربيه، تعمل بيه مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، وبعد كده عايز تقدمه للطير صاحي، عايز تجففه، عايز تبيع منه، عايز تشوف انت هتعمل بيه ايه. طبعا معظم الناس اللي بتاخد مني بتقدمه حي، وفي ناس ما شاء الله ربنا يبارك لها جففت الحاجات ديت وعملتها عبوات لاسماك الزينه، علشان فيها بروتين. طبعا كل ما
يتجفف كل ما البروتين اللي فيها يزيد. يعني الكيلو بيتجفف بيبقى حوالي 330 جرام، فيها مثلا بروتين مثلا مثلا 240 وحده مثلا، هيبقى فيها ال 240 بس كثافه قليله. فانت اشتري كيلو 2 كيلو ربيه عندك، مش هتشتري تاني نهائي، مش هترمي الروس تاني، هتاكل الفراخ، مش هتشتري دواء تاني. كمان في حاجه، الطعم الفرخه هيبقى حلو، بشهاده ناس كتيره، شهاده ناس كتير طعمها حلو، صحتها كويسه، بتجري، مفيش نوافق. حتى لو عندك يا سيدي نوافق ما ترميهاش، نضفها من الريش وقطعها جزل وقدمها للبي اس اف. هل البي اس اف بياكل النوافق بتاعت الفراخ؟ بياكلها يا سيدي، بياكل، بيديك بروتين حي. يعني انت ولا هترمي روس ولا هترمي فرخه ولا هترمي اي حاجه، وكل حاجه هتستفادها، وفي الاخر هتطلع فرخه ممتازه فوق الممتاز، بشهاده من ناس مربيين من 25 سنه. اول ما دخلوا البي اس اف بيدعولي بيقولوا حاجه كويسه، طعمها حلو، مفيش نوافق. فانا مصر ان انت تربي، ايا كانت دولتك ايا كانت محافظتك، ربي الحاجة ديت. احنا متأخرين فيها، اندونيسيا وكينيا الناس ديت يعني هي بقيتهم بتطلع عندهم عامل زي الذباب المنزل العادي، الحاجة دي كويسة طبعا. والمانيا اشتغلت في النظام دوت، بس على نظام دفايات، وتطلع وتصدر للعالم كله. انا مش عايز اقولك تصدر، انا عايز اقول لك كف مزرعتك، انا عايزك تبقى 100 100، مش عايزك تجيب ادوية كل شوية، مش عايز 20 فرخة 30 فرخة. انا ببكي لما بشوف واحد بيصور مزرعته وفيها دواجن كتيره ماتت مره واحده منه، ميه، سيول. لا، نضف، حط في البراد او في الفليزر، واكل البي اس اف مش هتخسر والله. فانا بشجعك واقول لك رب البي اس اف، وادعي لي في الاخر. كرم النجار والشراء ولايك.